لقاء الإيمان، لقاء إذاعي مع فضيلة مفتي الجمهورية، من إعداد وتقديم سعد المطعني. إخوتنا في رحال الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا ومع صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الذي نرحب بفضيلته. مرحبا صاحب الفضيلة. أهلا وسهلا. في الحقيقة هذه الحلقة نتناول فيها موضوعا هاما. هذا الموضوع هو أمانة الكلمة وخطر الشائعات. صاحب الفضيلة، الكلمة أمانة،